العمل الآن مركز على مواقع الألوية التي تمردت على الشرعية والداعمة للميليشيات الحوثية. سبق أن ذكرنا أمس أنه كان في تركيز على محطات الاتصالات العسكرية التي تستخدمها هذه الألوية داخل المعسكرات، كذلك تجمعات الميليشيات الحوثية سواء في القواعد العسكرية أو في منطقة صعدة وعمران وما حولها. تم استهداف الألوية 125 و115 في محيط منطقة مدينة عدن. طب في تقريبا شرق مدينة عدن، نظرا لأنه لتواجد وحدات تدعم الأعمال في المنطلقة إلى مدينة عدن. تم استهداف لواء المجد، اللواء 17 في منطقة باب المندب، معسكر السوادية في البيضاء، تجمعات في صعدة، طبعا تجمعات آليات وأفراد وتجمعات قيادية، استهداف اللواء العمالقة في الشمال، اللواء 310 في منطقة صنعاء، استهدف المجمع البلدي أو المجلس المحلي في مدينة دار سعد نظرا لأنه كان يحوي مركز عمليات تابع للميليشيات الحوثية. كما استهدف أمس أحد الملاعب والجميع تابع في وسائل الإعلام أنه ملعب عبارة عن ملعب في مدينة عدن كانت تستخدم هذه الميليشيات لتخزين ذخيرة ووجود أنفاق لنقل الذخيرة والمواد التموينية. تم استهدافه يوم أمس لمنع هذه الميليشيات من استخدام هذا الموقع. طبعا هذا شيء من عدة أشياء يقوم بها الآن يستخدمون المدارس، ولدينا معلومات مؤكدة أنهم يقومون بتفخيخ المواقع اللي كانوا يستخدمونها، عندما يتم طردهم منها يقومون بتفجيرها، وهذا يعكس هذه السلوكيات اللي ذكرناها منذ البدء أنه لا يوجد عمل عسكري بقدر ما هو عمل يهدف إلى الإضرار بالبنية التحتية وبالمواطنين. استخدام المدارس والملاعب الرياضية والمنشآت المدنية دليل على هذا السلوك الشاذ لدى هذه الجماعات وعلى أعمالها التي تهدف إلى الإضرار بالمواطن في حياته اليومية وفي البنية التحتية. أما بالنسبة للموقف في عدن، الموقف في عدن لم يتغير، لا تزال هذه الميليشيات تتحصن في المناطق اللي سبق ذكرناها. لاحظتوا في الأيام في 24 ساعة الماضية أنه نشاطها قل في عدن مقارنة بنشاطها في منطقة شبوة وفي عتق. نفذت اليوم العمليات الجوية عمليات مساندة للأعمال اللجان الشعبية والقبائل في منطقة في عتق وفي منطقة البيضاء وفي شبوة وفي محيط الضالع لدعم أعمال المقاومة على الأرض. تم يوم أمس إسقاط مواد تموينية ومواد إغاثية في منطقة شبوة وعدن. العمل مستمر لدعم اللجان الشعبية على الأرض، كذلك العمل مستمر لمتابعة تحركات هذه الميليشيات على الأرض ومنعها من إعادة تأمين إمداد الوحدات المتواجدة الآن في منطقة الشبوة والضالع. الأهداف اللي تم استهدافها يوم أمس مبنى قيادة في منطقة صعدة كان يحوي تجمع قيادات، تم استهدافه يوم أمس وإصابة مباشرة للموقع. صورة من زاوية أخرى لنفس الموقع. إحدى مخابئ الطائرات والتي تم تجميع آليات ومعدات عسكرية في داخله تم استهدافه يوم أمس أيضا. طبعا أؤكد على أنه العمل مستمر لمتابعة التحركات نظرا لأنه الآن أصبح منع هذه الميليشيات وأعوانها من إدامة العمليات لمن هم الآن داخل المدن
لمن هم الآن يعرضون حياة المواطنين للخطر، ولذلك من الطبيعة أن تستهدف مراكز تعسكرهم، مراكز إمدادهم وتموينهم. الجميع يلاحظ أنه الآن أصبحت أغلب المدن في اليمن تعاني من نقص في الوقود، ولا يخفاكم أن سبب هذا النقص أنه حظر هذه الميليشيات المواطنين من استخدام الوقود وتسخيره لعملياتهم العسكرية، ولذلك أي مستودعات الآن تحتوي مواد تموينية، وقود ذخيرة يتم استهدافها. يحاولون التحرك في طرق وعرة بعيدا عن الطرق المعبدة، نظرا لأن الطيران يتواجد بصفة مستمرة في الأجواء اليمنية، ولذلك تستهدف بشكل مباشر. مستودعات المنتشرة في منطقة صعدة وما حولها وفي شمال العاصمة والتابعة للجيش اليمني، والتي استولت عليها هذه الميليشيات، تم استهدافها يوم أمس بشكل مكثف. مستودع ذخيرة، أحد المستودعات التي تنتشر على كامل لاحظ الانفجار الثاني للمواد التي تداخل المستودع، وهي نفس النوع من الذخائر والمواد التموينية العسكرية التي خزنت في الملعب التي تطرقت له في بداية الإيجاز. ما يخفاكم أن هذا الملعب يتواجد داخل مناطق سكانية داخل المدينة، ويستخدم لإمداد العمليات التي تتم داخل عدن، ولله الحمد تم تحييده يوم أمس. طبعا نؤكد على أنه استهداف البنية التحتية هو عمل غير محبب وليس من أهداف الحملة، ولكن الضرورة العسكرية، ضرورة العمليات، متطلبات العملياتية تحتم مثل هذه الأعمال لمنع هذه الميليشيات من استخدامها وإدامة عملياتها. بالنسبة للعمليات البرية استمرت بنفس المهام، يتم استهداف جميع التحركات التي تتم على كامل حدود المملكة الجنوبية. تسجل من وقت لآخر عمليات استهداف المواقع الحدودية، ولكن عمليات فردية لا تتطلب سوى الرد باستخدام مدفعية الميدان، ويتم هذا خلال ساعات النهار وفي المساء. العمليات البحرية مستمرة. ذكرنا يوم في الفترة الماضية أنه تم تسهيل وصول إحدى قوارب الإغاثة إلى مدينة عدن. يوم أمس وصلت، عفواً يوم هذا اليوم وصلت طائرتين تابعة للصليب الأحمر إلى صنعاء، تحمي مواد طبية وطواقم طبية ومواد إغاثية. تبقى المهمة والتحدي هي كيف تصل هذه المواد للمواطن اليمني. إذا ما عرفنا أنه الحوثيون والميليشيات التابعة لهم تسيطر على المطار وتصعب أعمال الإغاثية، تصعب أعمال هذه اللجان للتحرك للوصول إلى المواطنين. العمل الآن مستمر في المناطق التي تسيطر عليها اللجان الشعبية لإيصال هذه المواد للمواطنين، ولكن نحن في تواصل مع الهيئة الإغاثية خاصة الصليب الأحمر لإيجاد الممرات الآمنة لهم، كيف يمكن إيصال هذه المواد للمواطن اليمني وللمستشفيات وللمرضى حتى يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب.